بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله النهارده مع بعض عن ال HCIA داتا كوم فيرجن 1، طبعا الاكزام اوت لاين. بنتكلم عن اول حاجه الاكزام كود اللي هو اتش 12811، اسم الامتحان طبعا HCIA داتا كوم فيرجن 1. عندنا طبعا الامتحان عبارة عن 60 سؤال في 90 دقيقة، والباص سكور بتاعنا هو 600 درجة. الاكزام كونتنت زي ما احنا شايفين مع بعض، اول حاجه يعني الامتحان نفسه بيغطي معانا البيزك نوليدج اوف تي سي بي اوفر اي بي بروتوكول ستاك، بنغطي مع بعض البرنسبلز اوف الاوبن شورتست باس فيرست راوتنج بروتوكول والامبلمنتيشن بتاعه في الواوي راوترز، بنتكلم عن الايثر نت تكنولوجي وعن السبانينج تري وعن الفي لان وعن الستاكينج تكنولوجي والامبلمنتيشن بتاعتهم طبعا في الواوي سويتشز، بنتكلم عن النتورك سكيورتي سكيورتي تكنولوجي، وبنتكلم عن الامبلمنتيشن بالنسبه لهواوي راوتنج اند سويتشنج ديفايسز، بنغطي مع بعض ال WLAN تكنولوجيز والبيزك برنسبلز والامبلمنتيشن برضه الخاصه بالهواوي وايرلس ديفايسز اللي هو الاكسس كنترولرز، بنتكلم عن البيزك برنسبلز اوف النتورك مانجمنت، هنتكلم عن الاس ان ام بي اللي هو سيمبل نتورك مانجمنت بروتوكول، هنتكلم عن البيزك برنسبلز اوف الوان بروتوكولز زي التريبل بي والامبلمنتيشن بتاعها برضه في الواوي راوترز، هنتكلم عن الاي بي فيرجن 6، وهنتكلم عن الامبلمنتيشن بتاع الاي سي ام بي فيرجن 6 والدي اتش سي بي فيرجن 6 معانا، هنتكلم عن النتورك اوتوميشن، وهنتكلم عن الاس دي ان اللي هو سوفت وير ديفايند نتورك، وهنتكلم عن الامبلمنتيشن بتاعها في الواوي برودكتس والسولوشن الموجوده زي الواوي اي ماستر ان سي اي، هنتكلم عن البيزك برنسبلز اوف البروجرامينج اوتوميشن معنا. طيب دلوقتي لو انت حبيت اللي انت تبتدي تذاكر للامتحان وحابب انت تعرف الويتس بتاعت كل توبيك في الامتحان، لو انت جيت تبص هتلاقي عندك الداتا كوميونيكيشن والنتورك بيزكس بتاخد 8%، البيلد ان اي بي نتورك وذ انتر كونكشن اند انتر وركينج بياخد 27%، الايثرنت سويتشنج نتورك كونستراكشن 28، سايبر سيكيورتي انفراستراكشر اند نتورك اكسس بياخد 8%، نتورك سيرفيسز اند ابلكيشن 5%، الدبليو لان بيزكس بياخد 10%، النتورك مانجمنت اند اوبريشن مينتيننس بياخد 3%، اي بي فيجن 6 بيزكس 5%، الاس دي ان والاوتوميشن بيزكس بياخد 3%. طب دلوقتي انا حبيت اذاكر ايه التوبكس اللي انا ممكن اركز عليها؟ زي ما انت شايف التوبكس اللي هي 27% و28% دول بياخدوا نصيب كبير في الامتحان، اللي هو زي مثلا الكي بوينت بتاعتنا اللي هو بيلد ان اي بي نتورك وذ انتر كونكشن اند انتر وركينج. لو انت جيت تبص على الجزء ده واحنا بصينا على السكشن رقم 2 بيكفر ايه بالظبط معانا؟ قال لك هيكفر معاك الاي بي فيرجن 4 بيزكس، هيكفر معاك البيزكس اوف الاي بي راوتنج وفوروردنج برنسبلز اوف لاير 3 ديفايسز، وفي نفس الوقت هيبتدي يكفر معاك برضه الاستاتيك راوتنج والبيزك برنسبلز اوف الاوز بي اف بروتوكول والامبلمنتيشن بتاعه في الفي ار بي، وهيتكلم عن الاستاتيك روت ازاي تستخدمه والاوز بي اف تكنولوجيز عشان تبيلد السمول سايز راوتنج نتورك اون واوي راوترز. طب السكشن اللي هو رقم 3 بيتكلم عن ايثرنت سويتشنج، وده بنتكلم فيه عن الايثرنت تكنولوجي والبيزك برنسبلز اوف سويتشز، نتكلم عن اس تي بي ار اس تي بي في لان برنسبلز اند امبلمنتيشن، وبنتكلم عن البيزك برنسبلز اند كونفيجريشن اوف تكنولوجيز زي اللينك اجريجيشن والستاكينج، وبنتكلم برضو عن ازاي تقدر تتعامل مع الاس تي بي والار اس تي بي والفي لان عشان تقدر ان انت تبني سمول سكيل سويتشنج نتورك. طبعا دي اجزاء اللي هي بتكفر جزء كبير في الامتحان، فانت لو حبيت ان انت تركز في الامتحان فانت ممكن تركز في المذاكره بتاعتك على ال 27% و 28%، وطبعا وما نهملش باقي التوبكس. طبعا كل ده هتلاقيه موجود عندك ان شاء الله في الايه في البلاي ليست مشروع كل التوبكس دي ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.